هل سينجح ما يدار في القاعات المغلقة في لعب دور محوري في عودة الاستقرار لليبيا؟ سؤال سيظل قائما حتى تتضح جهود دول الجوار الليبي على أرض الواقع، وهو ما يرى المشاركون أنه قريب. ما قمنا به جميعا من التواصل خلال الفترة الماضية كلها مجهودات كانت حول إقناع الأطراف بضرورة الاتفاق على أن الحوار هو الطريق الأمثل وضرورة نبذ العنف. إذا كانت هذه الصورة بالنسبة للدول التي ترعى المبادرة، فإن لها وجه آخر يرتبط بصعوبات سياسية بضلوع دول في دعم الجماعات، وأخرى تظهر من اشتعال الوضع في طرابلس، حيث تتباعد أجندة الأطراف المتنازعة. لكن لا يجب ألا نسهف في التفاؤل، لأنه الوضع في ليبيا معقد ومركب. الوضع في ليبيا ليس دول جوار ليبيا فقط، هناك دول في الإقليم أخرى لها أطراف يعني تدعم أطراف الصراع في ليبيا، سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي. الاجتماع الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي تعمل على إثبات جديتها في المساعدة على استقرار ليبيا ونفي أي اتهامات ترتبط بدعمها لجماعات إرهابية، ألم يقدم ما كان منتظر، حيث أكد على مخرجات اجتماع القاهرة ودعم جهود الأمم المتحدة في حل النزاع. التقاطعات الإقليمية والدولية خفضت من مستوى سقوفات التوقعات فيما يخص اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، لأن الاجتماع تمخض عن دعم الجهود الدولية، جهود المبعوث الأممي فيما يخص ليبيا. ويجمع الكثيرون أن نجاح مبادرة دول الجوار الليبي ترتبط بمدى التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لحل النزاع المسلح ودعم المؤسسات الشرعية في ليبيا. مع تصاعد الأحداث في الداخل الليبي، تأمل دول الجوار في تنسيق بين مبادرتها والمجهودات الدولية، خصوصا وأن اجتماعها يتزامن مع تحركات دولية واسعة لنزع فتيل الأزمة في ليبيا. سبأ سيف الدين لبرنامج أحاديث مغاربية، الخرطوم.